بما عركة بين الوزارة والجامعة العامة وعركة بين الوزارة والمدرسين حول حقوقهم، شنو ذنبي أنا وشنو ذنب ولدي؟ جاوبني على السؤال هذايا بعد ما نعديو فلاش سكور، لأنك تعرف سي لسعد كل الأنظار متجهة إلى قطر ومباراة العين بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنتخب ويلز. هني براهمي تود سويت يعطينا التغيير في النتيجة. فلاش سكور ويلز واحد بلاش هدف بإمضاء تيموتي وياه في دقيقة 36، توا نلعبوا في 37 دقيقة لعب. الولايات المتحدة متقدمة على ويلز واحد بلاش واحد بلاش. فلاش سكور. شكرا هاني، نرجع لك سي لسعد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي. قلت لك العائلة التونسية وتقول لك شنو ذنبي أنا في هذا الجدل اللي بينكم أنتوما وهذا الصراع البيما بين المدرسين وحقوقهم من جهة وبين وزارة التربية من جهة أخرى. هو راهو اولا سعى سيد وزير التربيه دعانا الى نظر الى مصلحه التلميذ. حقيقه يعني وزاره يعني تترك اكثر من 200 الف تلميذ بدون دراسه لمده شهرين، سقطت عنها ورقه التوت. وبالتالي مصطلح مصلحه التلميذ نحن نتمنى ان وزير التربيه ما عادش يجيب له خلاص، لانه الدمار اللي حصل لتلامذتنا واكثر من ما يقارب نصف مليون تلميذ يعني قعدوا بشهرين ولن يستطيع وزير التربيه مهما وظف من الامكانيات، وللاسف الشديد لم يتم توظيف اي امكانيات. يعني هناك ذر ورماد على العيون، تم تاجيل الامتحانات بدون برنامج اللي واضح للتدارك التعلمات اللي غابت على التلامذه. وبالتالي يعتقد وزير التربيه بانه بتاجيل الامتحانات اقنع البسطاء بانه المساله تم معالجتها والجميع سيكون فرحا ومسرور، وسينسى الجميع ان هناك يعني اكثر من 500 تلميذ حرموا من الدراسه لاكثر من شهرين. وبالتالي ورقه التوت سقطت عن وزاره التربيه في علاقه بابنائنا والبكائيه على مصلحه تلميذاتنا. الان نحن في علاقه بالراي العام، اللي قمنا به هو الحد الادنى اللي نجم نعمله. يعني وقت اللي قلنا رانا باش نقاطعوا او باش نحجبوا الاعداد عن الاداره، يعني تجنبنا الاضرابات وتجنبنا يعني إيقاف الامتحانات، وقلنا أنه هذه الامتحانات ستجري في أوقاتها العادية وسيتم إصلاحها وسيتم إرجاع الأعداد للتلميذ. يعني حاولنا أن نتجنب بكل الإمكانيات يعني أنه التلميذ لا يكون يعني محور الصراع بيننا بالوزارة. مش تعاونوا التلميذات على أنهم يعرفوا كيفاش يحسبوا المعادلات نتاعهم على قليلة مع تسهيل طبعا صار. هو هذا حتى في السابق وقت اللي كنا عملنا غير، لكن يعني الحقيقة كان تم كثير من المغالطات الأولية. احنا نسلم ورقات الأعداد للتلامذة والتلامذة يعرفوا أصلا حسب الضوارب يعرفوا كيفاش يحسبوا معادلاتهم في المواد. وايضا يعني دعينا النقابين ودعينا المدرسين انه حتى بعد استكمال المعدلات انهم يوريوا كلمات كيفاش ينجم يعمل المعدل السنوي نتاعو. قلنا راهو الاولياء مرحب بهم في كل المؤسسات التربويه اذا كان كلمات ما وصلوش لدواعي معينه، ما وصلوش اوراق الامتحان، ما الاولياء ما عرفوش اعداد اولادهم عن طريق اولادهم لاسباب ما، ربما الوالدات يخبيوا الاعداد على اوليهم. قلنا احنا المعاهد مفتوحه والاتصال بالمدرسين مفتوح، والمدرسين على استعداد انهم يعطيوا الاعداد والملاحظات. لذلك احنا ما نرجوه يعني من الراي العام وخاصه من الاولياء انهم يتفهموا الوضعيه الصعبه اللي احنا نعيش فيها. وانا اعتقد انه بالوضعيه الماديه اللي يعيشوا فيها عموم التوانسه اليوم الراي العام سيتفهم انه المدرسين جزء من هالشعب ومن حقه مش يحتج ومن حقه باش يطالب بتحسين ظروف. احنا الحقيقه ماناش مسؤولين باش نطالبوا بتحسين ظروف التوانسه الكل، ولكن نامل من خلال تحرك المدرسين ومن خلال يعني دفاع المدرسين على تحسين ظروفهم يكون حافز للجميع للمدافع. لانه اذا كان ما سماش فعل مجتمعي ضد الاجراءات اللي قاعده تقوم بها الحكومه يعني الأسوأ قادم. واعتقد انه اذا ما يكونش ثم فعل جماهيري حقيقي بعيد على التوظيف، لانه اذا كان المواطن التونسي اليوم مسكين بين مطرقه التوظيف وبين رغبته في الاحتجاج على كل هذا الوضع الاقتصادي اللي قاعد يتردى، بعيدا عن كل توظيف البلد يحتاج الى انتفاضه حقيقيه تدفع الحكومه الى التراجع على الاجراءات المجحفه اللي قاعده تتخذ فيها من اجل اصلاح وضع اقتصادي يعني لن يتم اصلاحه في تقديري بهذه الاجراءات المملاه من صناديق النقد.
شكرا جزيلا سيد الأستاذ يعقوبي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي. نوصل معك.